أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرسل فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نطالع في الزمان، المفوضية تنهي العد اليدوي في عموم المحافظات وتستثني الرصافة بسبب احتراق الصناديق. ونقرأ في المدى، سائرون تقترب من تشكيل الكتلة الأكبر والفتح يتراجع عن ترشيح العامري. ونتصفح في القدس العربي، أحزاب عراقية تنهب عائدات المنافذ الحدودية في البصرة ومطار النجف. جاء في موقع الهيئة انتشال 37 جثة جديدة من تحت الأنقاض في الجانب الأيمن للموصل. نقرأ في البيان الإماراتي، العقوبات الأمريكية على إيران تدخل حيز التنفيذ. ونتصفح في الحياة، ترامب يخير إيران بين التغيير والعزلة، وروحاني يتهم بالسعي إلى إثارة فوضى. ونتصفح أخيرا وليس آخرا في الخليج الإماراتية، احتجاجات إيران تصل إلى الغليان وتدعو لإسقاط النظام. أهلا بكم. ليس صحيحا إطلاقاً أن العراق ما زال دولة بمفهوم الدولة كما كان قبل عام 2003، فهو منذ تلك اللحظة الفارقة في عمر هذا البلد والمنطقة تحول إلى دولة فاشلة تتصدرها وتحكمها الميليشيات المسلحة، وهي ميليشيات تنتمي بطريقة أو بأخرى إلى أحزاب السلطة الحاكمة. إياد الدليمي يقول في صحيفة العرب الجديد إن أكثر من 40 ميليشيا مسلحة تعشعش اليوم في العراق، ينضوي أغلبها تحت هيئة الحشد الشعبي والتي أقرت بقانون توهم أو أقرت بقانون توهم بعض من صوت عليه أن ذلك سيضمن أن تضع الدولة يدها على هذه الميليشيات وتعيد دمجها بالقوات المسلحة أو بالوظائف الحكومية الأخرى. في الأخبار اليومية القادمة من أرض السواد، لا يمكن أن تغفل تلك التي تتحدث عن عمليات يومية متواصلة في أغلب مدن العراق تقوم بها تلك الميليشيات المنفلتة، عمليات قتل وترويع وسرقة، يطال بعضها شخصيات عسكرية ويطال بعضها الآخر مدنيين، ويطال بعض ثالث مؤسسات حكومية وحتى شيوخ عشائر، كما حصل في الجيل شمالي بغداد قبل أيام، حيث خطفت ميليشيا عصائب أهل الحق شيوخاً من عشائر قبيلة الخزرج وقتلتهم ورمتهم على قارعة الطريق. هكذا ببساطة تنفذ الميليشيات حكمها، كيف لا وهي التي تملك السلاح والسلطة في آن، كيف لا وهي التي رفع عنها قلم القانون والمحاسبة وباتت تتسيد المشهد العراقي، خصوصاً أنها اليوم أصبحت قوة سياسية من خلال تيار الفتح الذي حل ثانياً في الانتخابات التشريعية في 12 من أيار الماضي. أكثر من ذلك، ومنذ انطلقت مظاهرات أبناء الجنوب العراقي حولت هذه الميليشيات أسلحتها إلى صدور المتظاهرين السلميين وقتلت منهم عشرات وأصابت آخرين، لتؤكد من جديد على أن شريعة الغاب هي القانون الأوحد في عراق ما بعد العام 2003. الكاتب يقول إن الميليشيات في العراق تحولت إلى غول يلتهم ما تبقى من الدولة في العراق، وإذا ما تركت تعبث كما يحلو لها فإنها يمكن أن تقود العراق إلى صراع دموي جديد قد يفوق في بشاعة سنوات الطائفية المقيتة. فقد اكتشف أهالي الجنوب العراقي أن تلك الميليشيات التي التهمت خيرة شبابهم ترفع اليوم بوجههم السلاح، وهذا أمر لا يبدو أنه سيمر بلا عواقب، الأمر الذي يمكن أن نشهد معه مواجهات دامية بين العشائر العراقية في الجنوب وتلك الميليشيات. قد مضى شهر على ثورة الجنوب العراقي، وفي الوقت الذي لا يجد العراقي في محافظات البصرة وميسان وذقار والمثنى والقادسية وواسط طريقا حديثا يسيرون عليه، أو مدرسة يقاتل فيها أبناؤهم الجهل والأمية، أو مستشفى حديث يحصنهم من الأمراض،
تسرق الأحزاب والميليشيات الطائفية والعصابات المسلحة الثروات من بحيرة النفط التي تحت أقدامهم، ثم تتحول الأموال المسروقة إلى أرصدة في البنوك العالمية وقصور ويخوت وشركات في العواصم الكبرى لحساب زوجاتهم وأبنائهم وأقربائهم. هذا ما أشار إليه دكتور مثنى عبد الله بمقاله بصحيفة القدس العربية. انطلاقة التظاهرات الاحتجاجية على الوضع المأساوي الذي يعيشه الناس، وحتى اليوم صدرت مئات البيانات والتصريحات من قبل كل الطبقات السياسية الحاكمة، كانت كلها تدين الفساد وتعلن الحرب عليه. ولو أمعنا النظر في كل ذلك لوجدنا أن كل هؤلاء يحاولون ركوب موجة التظاهرات والظهور بمظهر الحريص على الشعب والوطن، في حين أنهم هم الفاعلون الرئيسيون في الحالة العراقية الراهنة. إن التحذيرات التي يطلقها رئيس الوزراء العراقي وغيره من أركان الطبقة السياسية الفاسدة من محاولة الفاسدين ركوب الموجة هي محاولات مستميتة لوأد الحراك الجماهيري الذي يجوب المحافظات الجنوبية. إنهم يسعون بكل الوسائل لتشويه التظاهرات وتصويرها على أنها خروقات أمنية تستهدف أمن الدولة والمجتمع، وتسعى لتقويض النظام السياسي، لأنهم يعرفون جيداً أنهم قد استنفذوا الفترة المسموحة لهم من قبل الشعب ولم يحققوا أي إنجاز يمكن الاستناد إليه كمرتكز شرعي يبرر وجودهم في قمة هرم السلطة، بل إن وجودهم كشف عقمهم حتى لمن كانوا يعتبرون مؤيدين ومناصرين لهم. وكان أكبر دليل على ذلك هو سقوط الرؤوس الكبيرة في الانتخابات الماضية بعد عزوف كبير عن المشاركة مارسه الناس بعفوية كاملة. الكاتب يرى أن الطبقة السياسية الحالية ما زالت تراهن على أن الارتباط بالخارج أهم بكثير من السلم الأهلي، لأنهم يرون في ذلك دعماً سياسياً يؤبد وجودهم في السلطة، ولأن قوى الخارج الدولية والإقليمية لا تريد لهذه التجربة أن تفنى، فإن التشويه والتخوين والقتل والاعتقالات ستبقى مستمرة ضد التظاهرات الحالية، كما أنهم سيبقون يستعملون ورقة الإرهاب بوجه كل حراك جماهيري. إنهم لا يريدون الاعتراف بأن سلوكهم السياسي على مدى أكثر من 15 عاماً كان أكبر حاضنة للإرهاب. ليس صعباً على السياسي أن يكون صاحب إرادة في المواقف والقرارات إذا ما توفرت لديه المقومات الشخصية في الشجاعة والمبدئية. دكتور ماجد السامراء يرى في صحيفة العرب اللندنية أن هذا الأمر من الصعب أن يتحقق في الواقع السياسي العراقي الحالي، فالإرادة الشخصية والغيرة والعزة بالنفس تسقط حينما تمتد يد السياسي معارضاً كان أم حاكماً لضابط بالأحرى صغير في المخابرات الأجنبية كما يصف الكاتب. حصل هذا للمعارضين العراقيين لنظام صدام، فغالبيتهم خاصة في لندن فقدوا إرادتهم السياسية حين خفضوا رؤوسهم وارتعشت أيديهم وهي تمتد للسفير الأمريكي المنتدب ريتشارد دوني، الذي قضى أكثر من عام في إقامته بلندن وهو يزور بيوت ومجالس السياسيين الشيعة يتشاور معهم ويستفهم عن أحوال العراق. كانت الإرادتان الأمريكية والإيرانية وحدهما بلا إرادة عراقية، فهل يمكن توقع ولادة إرادة سياسية وطنية بعد عام 2003 من التبعية والإذعان؟ وهذه هي العقدة الأولى لكل تفصيلات بناء النظام وعمليته السياسية التي أدت بالعراق وبشعبه إلى ما هو عليه اليوم. وبسبب غياب الإرادة السياسية لم يقدم قادة الحكم الجديد مشروعاً واحداً لبناء العراق الذي هدمه الحصار الظالم رغم تدفق المليارات، وكانوا منشغلين بتثبيت مرتكزات السلطة ومنح الفرصة للمخابرات الأجنبية لمطاردة وقتل المواطنين وخزين العراق من ذوي الكفاءات النادرة في مجالات الطب والهندسة والاقتصاد والتعليم والصحة، وإحلال الجهل بدلاً عنهم الذين نزعوا دشاديش الفقر والتشرد وهي ليست عيباً، وارتدوا البدلات والقمصان وتدرب على كيفية الظهور بمظاهر الأفندية المطلوبة لدخول الوزارات. الكاتب يختتم بالقول إن قادة الأحزاب منشغلون منذ 15 عاماً بأزمة الحكم وكيفية توزيع الغنائم التي لم تنتهي ولن تنتهي، وليس غريباً أن تسود مختلف ظواهر غياب الدولة والقانون والأمن ويصبح السلاح منفلتاً في الشوارع، ويحال ذلك إلى شماعة داعش
والإرهابيين والبعثيين. اليوم مع بدء المرحلة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران، تدخل المنطقة مرحلة جديدة ومفتوحة من الترقب، محمول على توتر وتراشق إعلامي ودخول على خط الأزمة المتدحرجة. محمد خروب يتساءل في صحيفة الرأي الأردنية، هل المواجهة بين طهران وواشنطن هي عض أصابع أم حرب مفتوحة؟ العقوبات الأمريكية التي بدأت اليوم بتوقيت الشرق الأوسط والتي تطال قطاعات مؤثرة في الاقتصاد الإيراني مثل السيارات والسجاد وخصوصاً منع إيران من شراء الدولار الأمريكي تأتي في وقت حرج بالنسبة لطهران، حيث يرتفع سعر الدولار في سوق الصرف الإيراني مقارنة بالريال على نحو دفع السلطات الإيرانية لاتخاذ إجراءات وقائية تحول دون مزيد من التدهور في سعر الريال، ومنها السماح بإدخال أي كميات من الدولار والعملات الصعبة الأخرى بلا قيود، وتشديد الرقابة على الصرافين، بل واعتقال مساعد مدير البنك المركزي لشؤون العملات الأجنبية. وسط حديث عن تواطؤ أو تقصير أو مشاركة وتلاعب أسهمت في تدهور الأوضاع الاقتصادية، ما من شك بأن طهران تجد نفسها في وضع لا تحسد عليه، خصوصاً منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي وبروز ضعف أوروبي في مواجهة التلويح الأمريكي بفرض عقوبات على أي دولة أو شركة أو كيان لا يستجيب للعقوبات الأمريكية على طهران، الدور الأوروبي الذي عولت عليه لكنه لم يكن بالقوة والتأثير الذي راهنت عليه. وبحسب الكاتب فإن اللعبة ما تزال في بداياتها، والمنطقة مشحونة ومتوترة، وبعض العرب متحفزون أو عاجزون، والاحتمالات السوداوية كما المفاجآت مفتوحة، والكل محكوم بالانتظار، فالقرار كالعادة لدى غير العرب. نهاية نظام عالمي، العنوان الذي اخترته صحيفة ديلي تيليغراف لمقالها الافتتاحي الذي تناولت فيه الخلاف الأوروبي مع الولايات المتحدة بشأن إعادة فرض العقوبات على إيران. تقول الافتتاحية إن أوروبا وجدت نفسها في خلافات مع أمريكا بعد سريان مفعول دفعة العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على إيران، وتضيف أن هذه العقوبات ستستهدف الشركات التي تواصل التعامل التجاري مع طهران بغرامات مالية وتقييدات أخرى. الصحيفة تشير إلى أن بروكسل منحت بعض الحماية القانونية للشركات الأوروبية التي تواصل التعامل مع إيران، بيد أن معظمها لا يرجح أن يجازف بتحدي هذه العقوبات. وتوضح الصحيفة أن الرئيس ترامب وهو في فورة نجاحه في التعامل مع كوريا الشمالية يعتقد أن الموقف المتشدد سيقود إلى محادثات جديدة مع إيران ستحسن الاتفاق الذي عقده سلفه باراك أوباما معها، وهو يسند مطالبه تلك بالتلويح بالخيار العسكري كما فعل مع بيونغ يانغ. وتضيف أنها ليست المرة الأولى التي يكون فيها الرئيس الأمريكي سعيداً بكسر الالتزام بموقف دولي عام، معتقداً أن طريقه فقط هو الطريق الصحيح. وتعرج الصحيفة على نتائج القرار الأمريكي في الإضرار بالاقتصاد الإيراني الذي تلقى ضربة قوية، فضلاً عن تصاعد القلاقل السياسية التي قد تهدد حكم آية الله. وتشير أيضاً إلى ترحيب الدول التي تخشى نزعة طهران التوسعية بإصرار ترامب على أي اتفاق جديد يجب أن يشمل كل من البرنامج النووي ودعم الإرهاب. الصحيفة تستدرك بالقول إن الثمن الذي سيدفع لتحقيق ذلك هو التفكيك التدريجي لما اعتيد على أن يكون مقترباً غربياً موحداً في التعامل مع تهديد دول مثل إيران وروسيا. وفي خلاصة القول إن سياسة ترامب، أمريكا أولاً تحطم النظام العالمي المتواصل منذ عام 1945 شيئاً فشيئاً، وستتطال عواقبها بعيدة المدى بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي وبقية العالم. دون مقدمات نلزم أن الأزمة الحاصلة ووكالة أزمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين الأونر، وهي أزمة سياسية وما الأزمة المالية التي تعصف بها وتهدد وجودها إلا نتيجة قرار سياسي اتخذته إدارة القرصان ترامب بتجفيف موارد الأونر المالية تمهيدا لتصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة المقدس الذي نص عليه القرار الأممي رقم 194. هذه الرواية جاءت في مقال الكاتب رشيد حسن في صحيفة الدستور الأردنية. فأمريكا ترامب تتبنى وجهة نظر الإرهابي نتنياهو والتي تتلخص بضرورة إلغاء أونروا من خلال حلها ومن ثم ضمها لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وهذا ما طرحه في الأمم المتحدة خلال دورتها خريف 2017. فإسرائيل لا تعترف بحق العودة والتعويض الذي أقرته الأمم المتحدة، وترفض بإصرار عودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي طردتهم منها العصابات الصهيونية خلال حرب 1948، وقدر عددهم في ذلك الحين ب 850,000، وأصبح عددهم اليوم قرابة 6 ملايين. في الوقت الذي شرعت قانوناً يسمح بعودة كل يهود العالم إلى فلسطين، أي بإمكان أي يهودي يقيم في أي دولة في العالم أن يأتي إلى فلسطين، يقيم فيها ويتمتع بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها من سبقوه من شذاذ الآفاق. تصفية قضية اللاجئين وإلغاء أونروا هي قرار سياسي، لا بل هي مقدمة لتصفية قضية فلسطين والمحور الرئيس في صفعة العصر، إلى جانب الاعتراف بالقدس العربية الفلسطينية المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب. الكاتب يقول إن المطلوب من الدول العربية، وقد عجزت عن توفير التمويل اللازم للأونروا، أن تدعو لجلسة طارئة للأمم المتحدة تحمل فيها أمريكا ومن لفها مسؤولية مصير ملايين من اللاجئين يحكم عليهم للمرة الثانية بالتشرد والحرمان واللجوء، وفي ظل عدم إجبار العدو الصهيوني على تنفيذ القرار الذي ينص على حق العودة والتعويض معا، واستصدار قرار من الأمم المتحدة بتأسيس صندوق مالي لتمويل الأونروا والحفاظ على بقائها إلى حين عودة اللاجئين إلى وطنهم الأصلي. مشاهدين الكرام، تعرض بث قناتنا إلى تشويش، وقام الشركة نايلسات بالتغلب على المشكلة وعاد البث بشكله الطبيعي. ولمشاهدين الكرام، لمن لا يعمل لديهم التردد الحالي أو عليه تشويش، يرجى اتباع ما يلي: حذف القناة من لائحة القنوات، إعادة بحث نفس التردد 12380 أفقي. بعيدا عن السياسة، وفي خبر طريف من نوعه، طور علماء من جامعة لانكستر البريطانية خرسانة يمكنها تخزين الطاقة وتعمل كبطارية طويلة المدى لإمداد المنازل المبنية بها بالطاقة اللازمة في حال انقطاع التيار الكهربائي. وقال صحيفة الخليج الإماراتية إن الخرسانة الجديدة تتألف من الخامات الأساسية إضافة إلى أيونات البوتاسيوم التي تسمح بتمرير شحنات الطاقة وتخزينها لفترات طويلة من الزمن في أحد جوانب جسم الخرسانة. ويؤكد الفريق العلمي أن الخرسانة لا تعمل كبطارية للاستخدام اليومي، بل لحفظ كميات هائلة من الطاقة تحول المنزل إلى بطارية ضخمة تنقذ سكانه من انقطاع الطاقة. وعندما تنخفض مستويات الطاقة بشكل مفاجئ، فإن الخرسانة تزود المنزل بمخزونات احتياطية وفرتها وخزنتها مثل ألواح الطاقة الشمسية. ووجد الباحثون أن الجسيمات المشحونة والمعروفة باسم أيونات يمكن أن تتدفق من خلال بنية بلورية مثل الخرسانة المذكورة، بحيث تتراكم على جانب واحد وتحبسها دون استخدام وسط كيميائي، ويستمر المخزون الهائل من الطاقة فترات طويلة جدا دون فقدها. ويمكن بسهولة ربط مخزون الطاقة بشبكة الكهرباء الداخلية للمنزل.
متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.